ثلاثه انواع الاوجاع، وهي الاهميه ديالهم المشاكل ديالهم الحلول الثانيه كنديروا واحد ديزاكتيفيتي دو تيران بحال هادو باش الناس يشوفوا داك الشيء مع الناس اللي هما في الميدان. الثالثه كنديروا لي زيارو في البلدوي مع لي زوتوريتي ولا ريسبونسابل لي زاكتور ولي ديسيدور على التاريخ ديال هاد المدينه اللي نتوما جالسين فيها. المدينه اللي جالسين فيها عندها واحد التاريخ عريق، تخلق 47 1947 البحريه انشطه رياضيه بحريه، زعما الزوارق الشراعيه ماشي كانوا هادو، كانوا في ذاك الوقت لي ستار كانوا كبر من هاد الزوارق اللي كتشوفوا نتوما منهم. كيفاش تخلقت هاد لاباز نوتيك اللي كاين هنا في 83 اللي كتعرفوا على الالعاب البحر المتوسط لي جو ميديتيرانيان كانوا داروا هنا في الدار البيضاء، مدينه الدار البيضاء. وخا ما ميديتيرانيان ما كانش عندنا شي بور ولا كان شي اكسبلوطاسيون ديال البحر المتوسط تما، ما عندنا حتى شي لا تجهيزات ولا لوجيستيك ولا والو، تختار الدار البيضاء واخا كاينه هي في المحيط الاساسي، تختار هي اللي غادي تنظم هاد الالعاب. لان هناش كاينه واحد لابلاص ديال الفانيش اللي كتشوفوا لابلاص ديال المحمدي راه كتعرفوا سي اون بي مانيفيك سيدي اكسترا اوردينير، لا سيما بالنسبه للبريزونس ولا الانشطه الرياضيه وكل شيء. فالالعاب البحريه الرياضيه عطاوها للمحمديه هنا باش خلقوا هاد لاباز نوتيك هادي اللي كاينه هنا، وهاد النادي هو اللي نظم هاد الالعاب. الثانيه جات في 97 هي البطوله العالميه ديال لازير. لازير هما هادو اللي كتشوفوهم دونك الشامبيونا دو موند ديال لازير كان داز في 97، والشامبيونا دافريك ديال القاره الافريقيه هي نظمها هذا النادي. على هذا الشيء ديال الزوارق البواقع، شي واحد بغى يسافر لمدينه اخرى في البحر فلوكا، واش عمر شي واحد سافر في البحر من مدينه لمدينه؟ نعم. هذا سؤال مثلا، علاش المغاربه عكس الدول الاخرى تمام ما يخلصوش 30 ديال الدرهم ويسافر في البحر؟ هذه الاسئله اللي تمام كمل، لان هو الانسان غادي بشويه بشويه كيتعلم بزاف ديال المسائل. وشاركت في مدارس على برا في فرنسا هذا باش تعلمت، انا تعلمت كيف ما الناس انا في المجال الجوي، هذا هو الخدمه ديالي مجال الجو، وانما البحر كان هو الاساس ديال حياتي. انا حليت عيني في البحر، حليت عيني في البحر، فكيف ما عطاونا كيف ما علمونا حنا كنحاولوا نعلموا نعطيو الاطفال الجيل الصعيد، لان خصنا ينغلوا خصنا اللي تمارس هذا. داكشي علاش انخرطت حتى في الجامعه المغربيه ديال الشراع، باش الا كان نقدر نستطيع ان نمشي المغربي كيف ما تنقولوا كيدور ظهرو للبحر ما تيعرفوش علاش، لان كان نقولها لك بكل بساطه قله النوادي. اون ايتي لاسوسياسيون ناسيونال، اون ايتي دي كلوب، وكنا كلنا ان سو كلوب اللي كان في كازا، هو 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 سي ا بي سي لو كلوب داكتي دي زاكتيفيتي سوب اكواتيك دو بلونجي ا كازا. من الرحم ديال هذا الكلوب هذا خرجوا تقريبا، دابا كنا بدينا ب 8 وصلنا ل 16، دابا حنا 22 نادي. دونك باش نتعرفوا بان الفكره في الاول كتكون هي فكره ومن بعد كتحقق. الجامعه الملكيه للغوص هي ثلاثه ديال لي كوميتي، ثلاثه ديال لي جان، الكوميتي تكنيك، الكوميتي دو لونفيرونمون، اي لو كوميتي سبورتيف. رقم سيري هو 0213. هذا اللي كان كيتسمى ديريكت سيستم، كتشوفوا معايا هنايا كيتسمى المانومتر، فيه صفر بار خاصو. غادي نحلو بشويه، شوفوا معايا كنحل بشويه باش ما باش ما يكونش بحال اللي غادي نزيد باش شي مص على شي سندان باش يكون داك لو شوك. ميتين كنحلو هذا كامل وكنرجعو ربع دوره باش كنعرف باش الا جا شي واحد من مورايا كيبغي يفيك تحل شي غير يديرها كيعرف راه حلو باش كنتنفسو. كنديرو هذا في الفم ديالنا شفت معايا، كناخد النفس منه وكنرجع فيه. إلا حلينا الفم ديالنا ما درناش شي حركة من خلال الصدر ديالنا واش غيدخل الريح؟ إذا العملية كتكون أكتيف، خاصني ناخذ وفاش الآخر
شهيق وزفير. كيتسمى الكاتامارون او الهوبيكات او لا بيكوك. بيكوك علاش؟ باسكو فيه جوج لي كوك، ها الاولى ها الثانيه، وهذا ما تيحتاجش لواحد بالنسبه للاخرين، ما تيحتاجش واحد الحاجه كنسميوها لا ديريف. ما غاديش نقدر نشرحها لكم دابا علميا، مي لا ديريف سير جوستمون افير افونسي هذا الباط، فهمتي؟ سي تيل كي في لا كونتر فورس، لا كونتر فورس ديال لا فورس فيليك. لا فورس عندك انت هسي خصني نمشي عند السيد اللي كيصور تعال هنا اي جو فيغ طاق نزيد عاوتاني 45 درجة ماشي فيغ وانا وصلت عندك. اذا المسافة كبيرة كبر وانا ما غنوصل. هذا هو لو برانسيب ديال الشراح. هذا شي شوية سبورتيف، هذا ماشي ديال الانيسياسيون، هذا ديال اللي ديجا بيان فورمي يكون هنايا وعندهم دي زيكيبمون عندهم دي هارني، فهمتي؟ تيمكن لهم يركبوه كاع هنا وتيمكن ليه يخرج يدير حتى الرابط، فهمتيني؟ كيشد هذا كيركبو ويقدر يطلع كيطيح ما يخافش في الماء، فهمتي؟ كيشد ليه تقدر دير ديمونستراسيون عالي وكيدير سكون ابيل دو ترابيز، تادير لو رابيل ديال البط. علاش؟ كندير ان كونتر بوا، ان كونتر بوا على القوة ديال الريح. يمكن لهم كاع عاوتاني لي كرون سبورتيف تيمشيو بجوج اون كونتخو ميم لو بارور. راه كاينه واحد لا كاينه واحد لابار هنايا فهمتي افيك لو ستيك ديالها كيجي تله، صافا دير السيد راه خارج للبحر خارج للماء ما قالش حط غير رجليه، غير رجليه هنا اللي حط وخارج لهنا اي البار لو بار ومن هنا دونك هو على تا دونك ايه هذا واحد التقنيه شويه ما بغيتش هذا تيخص الانسان يكون ديجا فاهم هذا ما يقدرش يركب فيه واحد صغير زعما دونك غير لي نورم ديال لا كومبليكاسيون كبير من 16 ل 20 ديال هذيك اللي اللي خصكم عليها قبيله هذا اللي كومبليكاسيون اللي كيهبط دابا حيت كاين الارض وكاين الشاريو تحت منهم وكيدير يشد هو تقريبا بحال هذا. علاش؟ لان ديما البرد تيكون تيخرج من البر راه تيخلي غير جيلاته تما شفنا بان كيحط رجليه وكيخرج في لو ترابيز هنا كيدير لي سونغل دو رابيل هي هذيك كيخشي رجليه هنا بحال هكذا رجليه تقريبا هادشي اللي كاين نفس هذا هو الكوفيرنا تا هو راه تيهبط هو غير كيدخل غير كينزل هذا بعدا السات كنشاركوا به غير في المسابقات ما كاينش نلتقى به مثلا من المحليه
ما هو يديك هو راه ما تخافش على هذا ما تيغرق ما حتى شي حاجه راه واخا تقلب كيهبط الدريب ما غاديش نديروا هذا الشيء دابا مي راه كيتدربوا على هذه المسائل واخا تقلب الدري توت سوك ديال الفرق صافي كيعاود يرجع وي تعنكش فيه باق ويطلع صافي السلام عليكم اذا غادي هذه سي اون بلانش ابوال دونك قبل ما نوصلوا لهذه بلانش ابوال كانت بدات عندنا تقريبا في المغرب في السبعينات انا باقي تنعقل عليها إذا شفتوا تما عندنا واحد السيمتيغ ديال القرن اللي فات هما هادوك شتيهم راه باقي الان عندنا محتفظين بهم وهادوك لي بلانش كانوا طوال بزاف فهمتي وكيتسماو دي بلانش بوليفالونت هما اللي كانوا وينما بداو كيتطوروا غاديين تيقصروا غاديين تيقصروهم حتى ردوهم دي بلانش دو فاميلي